هل لبس الخاتم سنة أم للإباحة مع ذكر الدليل؟ لا نعلمه ما يدل على السنة، إنما هو باح. هذا هو الأظهر. الصحابة لبسوا خواتم ثم لبسها ثم تركها، فلبسها من باب خواتم الفضة خاصة للرجل فيما يظهر، فالأقرب فيها أنه من باب المباحة. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه استطاع، حديث أبي ريحانة وإسناده مقارب، ظاهره أنه إنما يلبسه السلطان، ولكن الأحاديث الصحيحة كثيرة دالة على أن لبس الخواتيم لا بأس بها للرجال مطلقة ولو كان غير لبس السلطان، فهي أصح من حديث أبي ريحانة. وحديث ريحانة صح فهو شاذ من جهة المثل، وإن صح سنده وفي سنده بعض الكلام أيضا. فالحاصل أن الصواب أنه يجوز لبس الخواتيم للرجال من الفضة، لكن على سبيل الإباحة لا على سبيل التمييز.